أكد رئيس قسم الإعلام باللجنة الأولمبية البحرينية حسن علي خلال لقاء في برنامج مجتمع واعي أن جهود اللجنة لم تتوقف خلال جائحة كورونا، بل تواصلت بطرق مبتكرة. طبعا بالنسبة لنا كلجنة أولمبية بدأنا العمل يعني منذ شهر فبراير تقريبا. احنا عملنا على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي طبعا مرحلة أثناء النشاط الرياضي، نعم. والمرحلة الثانية كانت أثناء طبعا توقف النشاط الرياضي، والمرحلة الثانية الثالثة أثناء عودة النشاط الرياضي. اللجنة الأولمبية استندت في عملها على القرارات الصادرة من اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، وبناء على التوجيهات الكريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبمتابعة واهتمام متواصل من سعادة الأمين العام السيد محمد بن حسن النصف. طبعا في البداية يعني أول الجهود اللي قامت فيها اللجنة كانت تحديدا بتاريخ 27 فبراير، تم إرسال تعميم رسمي إلى الاتحادات الوطنية يتضمن الدليل الإرشادي الذي تم طبعا تعميمه من قبل وزارة الصحة ومن قبل اللجنة التنسيقية بهدف توعية الاتحادات بأهمية تطبيق هذا الدليل، على اعتبار أن الأنشطة الرياضية كانت في ذلك الوقت مستمرة. في تاريخ 5 مارس في الخامس من مارس تم إرسال تعميم آخر إلى الاتحادات الرياضية بوقف النشاط الرياضي الخاص بالفئات العمرية. في 9 مارس وبتوجيهات طبعا من سمو الشيخ خالد بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تم توقيع اتفاقية مع مستشفى الملك حمد الجامعي لعمل فحوصات طبية للرياضيين طبعا أثناء المنافسات الرياضية من مدربين، لاعبين، إداريين، حكام، إعلاميين، وتم توقيع هذه الاتفاقية بين طبعا اللجنة الأولمبية ومستشفى الملك حمد التخصصي. عقب توقيع هذه الاتفاقية في تاريخ 9 مارس أو 12 مارس تم طبعا بقرار من سعادة الأمين العام السيد محمد بن حسن النصف تشكيل لجنة لفحص ومراقبة الإجراءات الاحترازية أثناء سير المنافسات الرياضية، طبعا منافسات اللي تابعة للاتحادات الرياضية، وتم تشكيل فريق عمل ميداني وكان يتواجد حقيقة في المنافسات الرياضية لمراقبة هذه الإجراءات ومتابعة عملية الفحص والتأكد من جميع هذه الأمور. واللجنة الأولمبية في ذلك الوقت وأثناء سير المنافسات الرياضية قامت بأكبر عملية تعقيم للمنشآت والملاعب الرياضية في ذلك الوقت، شملت الصالات الثلاث مدينة عيسى الرياضية، وشملت طبعا صالة مدينة خليفة الرياضية، بالإضافة إلى الملاعب اللي احتضنت منافسات كرة القدم. في تاريخ 19 مارس تحديدا تم إيقاف النشاط الرياضي بشكل كامل لفئة الرجال بما فيها كرة القدم، كان كرة القدم كان هو آخر لعبة تم إيقاف طبعا النشاط. لم تتوقف اللجنة الأولمبية، قامت بعمل مجموعة من طبعا البرامج التوعوية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف توعية طبعا المشاركين في وسائل التواصل، ولقيت هذه الحملة ردود فعل إيجابية وصدى كبير.